بداية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدعمه المستمر للرياضة في دبي وعلى إطلاق مبادرة الألعاب الحكومية تحت شعار فريق واحد هدف واحد، وستحفز هذه المبادرة الأولى من نوعها في العالم المنافسة الإيجابية بين موظفي الجهات الحكومية. وفي هيئة كهرباء مياه دبي نحن مستعدون للمشاركة، تم تشكيل فريقين واحد للرجال وآخر للسيدات لتمثيل الهيئة والمنافسة في هذه المبادرة الرائدة، حيث نحرص على تنمية القدرات الذهنية والبدنية لموظفي الهيئة وتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق الواحد في بيئة عمل إيجابية ومحفزة تسهم في تحقيق التوازن بين حياة الموظفين العملية والاجتماعية وتحفز الطاقة الإيجابية في بيئة العمل.